مسألة مبادرة المجلس التشريعي الثوري، يعني من تضم وما هي رؤيتها؟ الوفد الذي حضر يوم الثلاثاء كان يضم الشيخ أحمد الطيب زين العابدين، ويضم بروفيسور منتصر الطيب الأستاذ بجامعة الخرطوم، ويضم وزير الثقافة والإعلام السابق الأستاذ فيصل محمد صالح، ويضم القيادي بالحركة الشعبية الشمال ياسر عرمان. قدموا رؤية حول تكوين مجلس تشريعي ثوري يعتمد أساسا على الفئات المهنية من داخل الأحزاب السياسية، بمعنى أن يكون هناك قطاع للأطباء من الكوادر السياسية، قطاع للصحفيين، قطاع للدبلوماسيين، قطاع للمهندسين، قطاع للجان المقاومة. الرؤية التي قدمت تم نقاشها باستفاضة مع المجلس المركزي للحرية والتغيير أول أمس. يعني الحرية والتغيير عندما تقول مجلس توافقي ماذا تعني؟ هل تعني مشاركة جميع القوى السياسية؟ لا، تعني جميع قوى الثورة، القوى التي شاركت في الثورة وكانت جزء منها وساهمت فيها إسهاما مقدر، ده هو المقصود. كيف يمكن ضبط مسألة اختيار العضوية في المجلس التشريعي؟ هنالك تخوف من عودة أفراد من النظام المباد أو حتى تنظيمات يمكن تشكلها وتشكلها، يعني هنالك تخوف من دخولهم عن طريق بعض الحركات المسلحة، دخولهم عن طريق بعض الأحزاب. في آلية فحص فني بيتم، تم الآن إبان تشكيل مجلس الوزراء الجديد لمراجعة الأشخاص المرشحين الذين يتم اختيارهم. القوى الثورية وقوى الحرية والتغيير بيدركوا تماما كوادر عندها الكفاءة والجدارة أنها تكون جزء من المجلس التشريعي الانتقالي، بالتالي يصعب التسلل من خلال هذا الأمر. نعم، عندما تكون الحكومة هي نفس المكونات السياسية الموجودة داخل الحكومة، هي نفس المكونات السياسية التي ستشكل المجلس التشريعي، كيف يمكن لهذا المجلس التشريعي أن يقوم بمهمته الأساسية في الرقابة على الجهاز التنفيذي؟ هنالك أيضا تخوف من أن لا يكون مجلس تشريعي بشكل كامل يقوم بدوره بشكل كامل دون تأثير. المجلس التشريعي الجاي ده واحد من أهم منجزات ثورة ديسمبر، لأنه السودانيين قاموا بانتفاضة في اكتوبر 1964، قاموا بانتفاضة في ابريل 1985. لم يكن هناك مجلس تشريعي بعد قيام الثورة واثناء تشكيل الفترة الانتقالية. الان وجود المجلس التشريعي بكوادر الاحزاب السياسية يرجى منه ادوار كثيرة وكبيرة في حزمة القوانين، حزمة الترتيبات للانتخابات. بالتالي لا أتوقع أن يكون مجلس مدجن، خصوصا نحن شفنا كان في تجربة ل 2005 عندما وقع جون غرام مع الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني اتفاقية السلام، تم تكوين برلمان وكانوا فيه أعضاء من الحركة الشعبية، نفس السيد ياسر عرمان كان عضوا وغيره، لم يكن البرلمان مدجن. بالتالي لا أتوقع إنه يتغاصر عن قيامه بدوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي.